حياكم الله مشاهدينا في جادة لبل بالطائف في مخيم الهايلات. طبعا وصلنا عند ابو حسن سلمان العبدلي وهو له مشاركات حقيقة في جميع مزايرات لبل وجميع المزادات المشاركات، وهذه حقيقة يشكر على حقيقة هذا الجهود الجبارة. الله يحييك يا ابو حسن. الله يحييكم في مخيم هايلات الأوارك. هايلات الأوارك. هايلات الأوارك. نعم. يا هلا والله فيكم، نرحب فيكم ويا هلا ومرحبا والله. تسلم. طبعا توك واصل جادة الطائف. اي والله توني واصل. علمني جادة. وش لقيت وش والله وش شفت؟ نشكرهم دي نشكرهم شكور ما يوصف، من تعامل من زوار. نعم. وشافوا الابل الاوارك وكلهم يثنون والله على الابل الاوارك وبدهم بالعلم الطيب. ما شاء الله تمشيت في المزايا وتمشيت. اي والله الحمد لله. عطنا اقسامه، حراج، سوق، والله رحنا سيده. الحمد لله تمشينا في السيده وتمشينا عند البوابه وشفنا العالم المشاركه، وتمنينا مننا نشارك معهم. عليه الحرام منه شاش راسي. حذفه في الشماغ حذفنا. ان شاء الله ان شاء الله تشارك. طيب يا ابو حسن، انت طبعا مشارك دائما مع المزينات ومع المزادات، وش الدافع من هالمشاركه؟ والله الدافع اول شيء نمسي على الشيخ فهد بن حثلين ونرسل لها سلام مني ومن ملاك الابل. والمقصد في الحضور في المزادات وفي الاعلام بالذات اي ما يخص الابل بدنا منه نحضر في الابل الاوارك. نعم. لانها عزيزه علينا كابننا ابا جدا، وثاني شيء نتمنى منها انفتح لها شوط وحنا قادمين ومشاركين. عليه الحرام من حين ما جاء علم الجاده من منسق منقيه مجهز وبحضر لها مشاركه ولا ما لها مشاركه. هذا الله هي كلها ابل. صحيح. وكلها معزتها في مكان واحد. صحيح. والله العظيم. اللهم من صنف لصنف يختلف. بس انتم تبون ابنكم اللي انتم حافظين عليها يصير لها شوط طبعا. اكيد. والدافع مني احضر واحمل واخسر من كيس الماء الخاص الا دعما لهذه الناقه. انا الداعم الاول، وفي ناس ان شاء الله اذا جت المشاركه رايح بيحضرون، وبيننا تحديات وبيننا امور. خلها من خلف الستار احسن. نعم. طيب في ناس جاهزين معك من المشاركه مثلا؟ كلهم ونعم، وارسل سلامي له انحاء المملكه على الأوارك. اهل الاوارك. أيه. وكلهم جاهزين والله العظيم، وانا اقولها وانا صادق ان شاء الله. أيه. لو يجي الاذن ونصرح، انا ابى اصرح، بس اصرح لهم اتحداكم كلهم بيجون بيتحدون. ما شاء الله. شراب. تبون مثل غازي وجماهيره. والله عليه الحرام ليرون المسيرات وازيدك من الشعر بيت. ترى طيب نحن اهل الاوارك. ايه؟ يمكن هبلنا صيوان كبير وكلنا الملاك فيه. لا ما ناكل ونشرب ونتحدى. نبغى كل واحد بصيوانه. والله ترى انا هوينين، لكن اذا جاء الامر نعم شرار. حسن. ما نبغى الا المشاركه. طيب يا ابو حسن، انت طبعا لك مشاركات في المزادات وكل مزاد تحضر فيه. انت معك مشاركين من اهل الوارك على هالجهود الجباره والخسارات اللي تكون بها؟ والله اول شيء والله العظيم من الدعم خاص مني انا لمحبه الناقه الاركه، وانا اقدمت على شيء لزوم بوجهي مني اوفيه لين ان شاء الله تخش الصيحه، واذا خشت الصيحه هذاك الساع كل واحد يمثل نفسه ويمثل ابله. انا والله الداعم لهذه الناقه لحبا لها، ونرغب لها في المشاركه. وحدك؟ وحدي ولا معي الا الله. اتوكل واحمل وامشي. بس ترى الناس قد ما شنو الا ابو حسن موجود يقولون ما بها الاوارك. والله بيني وبينك حنا نتواصل معهم قبل الممشى، قلنا يا شباب اللي يبغى معنا يحمل ولا يعزل ويحطها معلبل. بعض منهم يقولون اقدم وحنا معك، وبعضهم يقولون حنا معك داعمين في التصويت وداعمين في المشاهده وداعمين. فانا اقول لهم اللي بيحاب يحضر، والله الحضور اثنين ثلاثه منهم مكفين عن 100، حنا اهل الاوارك بالذات. لكن اذا جاء العلم والحضور كل واحد بيحضر. جاك جيزان وكله هنا جيران وتربه. علي الحرام جيت جيزان وصرحت تصريح واحد بس، قلت ابو حسن ترون ابا يمشي كذا، والله منها يمكن 10 منقيات اللي جهزت.
ما شاء الله. وفي منهم علموا حتى العلماء ما شاء الله وجاهزين، ويجي نجران علي الحرام منهم استقبلوني من 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 برا النقطة يمكن حول 30 سيارة رجال اليوم دولة، وانعم فيهم وارسل لهم وارفع لهم مهل عقال العصابة والله العظيم شاسر راسي خلاص. طيب حسب خبرتك يا ابو حسن في مجال اللب اللوارك، وش افضل سلالات المنتجة مثل الفردي والفحول والله بالنسبة لنا هالجيزان حنا على السلالات اللي ظهرت في الإعلام وبيعت منها من قدام 12 سنة من رجال أعمال منهم الفريق حمد بن حمدان اشترى من أمهات الفحل الوافي الهرش فحل المنقية الأولى حقنا اللي سوينا لهم سيرة ذيك موافيات الأوارك فيها أسعار خيالية والله بيعت قدام 12 سنة من 33 ألف يمكن حول 10 لا السنين الثانية السنين التالية بيع فحل من امهات الدويش الفحل الشهير الدويش هو يرجع لاصل عواجي بيع فحل ولده جدعي بيع ب 100,000 ما شاء الله تبارك الله وولد الوافي بيع ب 45,000 قدام سنه ونص ما شاء الله. طيب يا ابو حسن اللوارك لها خراطيم وفيها مواصفات جمال يعني قياسيه، العبث دخل فيها؟ هل اللوارك عندهم عبث؟ لا والله عندهم دمج سلالات في النسبة للعبث عندهم مغالطة أو مشابهة فيها أو أبا أعلمك يا أخا الناس بعض ما يعرف الأوارك الأوارك هي نوعين وفي نوع دارج في النوع الثالث اسمه مغالطية ناقة مغالطية هذه زي ما تقول نحن كلغتنا في جيزان نقول لها أرضية هذه اللي داخلها من سلالة أخرى أما من ساحلية ولا من عادية نعم من عوالي هذه اسمها هنا في نجد وهذه يسمونها مغالطية مغالطة اللون نعم. مغالطة الأوصاف نعم. تدرج تنتسب أحيانا تميل على الفحل الآرك وهي مهب صافية تبرك منها من فحل آرك تطلع عما كحلة ولا تطلع ألوان أخرى وهي الناقة الآركس الخالية من غير التهجين ناقة تجيك بيضة كبيرة الوصف والقامة وتجيك أحدى من اللونين أما بيضة أما قمرية فيها من الشقحة يعني ما فيها لون غيرها مرة أي واحد يجي يقول معه لون ثاني ولا ذا أمة جدة خالة فيها سلالة أخرى. طيب في اللونة الأخيرة يعني شفنا لك مقاطع ما شاء الله وقابلت مع ملاك اللوارك ويعني بجهودك الشخصية يعني وزياراتك لها وش الهدف منها يعني أنت شوف ما شاء الله عندك حراك ما شاء الله تبارك والله. أول شيء يا أخ مبارك أطلقنا جولة توثيق السلالات برنامج توثيق السلالات وتفوق المشاهدة فيه وبينا ورجعنا لشيبان أعمارهم من 90 ومن 100 لمفهوم السلالة من فين مصدرها والحمد لله وأتاحت إلى نجاح. وبعدها اجتمعت مع ملاك الإبل في جيزان واجتمعت في نجران واجتمعت في تربة وفي أمور سرية راحت للنادي. طيب افضل مواصفات الناقه هو الفحل لارك وش افضلها والفردي مثلا؟ والله اول شيء نقول الفحل إيه؟ الفحل انت بتخليه فحل والفحل هو عمود البيت وهو الاساس لزوم منه تخليه خالي من العيوب في المواصفات. اي وش العيوب؟ واول شيء ارجع لاساسه امهاته كفو وصافيه من اي شوائب هذا هو الفحل. والفحل يكون رفيع القامة طيب وكبر النحر وسيع النحر ايوه وجلة العظم والاخفاف والرقبة والسبلة والغارب والسنام اما الوسط ولا كل ما جاء مردف يكون توب ولذن خرعة مائلة خرعة فوق خرعة يعني جاية من الوسط ورايح والذيل يكون متوسط ايوه والعراقيب العراقيب يكون واقفة وقوف من عدل ما إذا صارت درجة فيها هجين أنت علمنا المواصفات بكرة في الميادين أنت سياسي ما شاء الله. طيب يا أبو حسن عندكم ما عندكم واحد مثل غازي يجيهم الدب له منقية هم يقوم يعلن تصاريح قوية وتقوم الجماهير معه كلها؟ والله جونا اثنين وبيض الله وجوههم ثلاثة ودعموا السوق أنا أشكرهم منهم
وليت منهم يطلعون للاعلان. انا بذكرهم ثلاثه ما شاء الله خشوا في مجال الابل الاوارك ودعموه. ايوه. وتصدير الفرديات الى صوبهم. الاول امسي عليه الفريق محمد بن حمدان البقمي. استاهل ابو فارس. استاهل ابو فارس ويستاهل النوادر. يبل. راعي النوادر وراعي النوادر. راعي مزينات وراعي النوادر. اي والله امسي عليه وارسل له التحيه. والثاني محمد بن عبد الله بن بخيت. الويش؟ رجل الاعمال العميد عبد الله بن بخيت البقمي. البقمي ونعم. راعي عزيز. الحين هو راعي المنقيه العزيزات. ما شاء الله تبارك. الفح العزيز وهو جد الهايل. اي. ونص ابننا كلها من سلالة الفحل الشهير عزيز. ثالث. والثالث عبد الهادي بن دوحان اليامي. نعم. أشكره وأمسي عليه وهو اللي ده عم الناقة ويشتري واشترى فحل حق بمئة ألف من سلالة الفحل الشهير الدويش. ما شاء الله. هي ثلاث سلالات اللي ظهرت في الإعلام والناس فهموها. نعم. لأن اليوم ما عاد لا عاد يقول لي أنا راعي الزين وما ظهر في الإعلام. نعم. أما هو تجاهلا من الاعلام او منع راعي. احنا الحين ما نعرف الا الهايلات. الهايل اذا الحين اكثر ما نعرف الا الهايلات يدقون لانها صاهي بكل ميدان. نعم. كلهم والله علي الحرام الواحد يدق على ما يقول له يا ابو حسن انت راعي الهايلات. ما اقول له هلا ومرحبا وبليبل الجميع. وش اسم الاوارك اللي هناك؟ وش اساميها؟ الاوارك اللي هناك ابن خالد وش اسمها؟ وافيات الاوارك. وافيات الاوارك حقت خالد؟ هذيك قد سدت الميادين في الاعلام. صحيح. وخذت ما اخذت وتتوعد في الصاحب. نعم. عاد فيها هذا خالد جاهز. خالد جاهز وهبط تصاريح وان شاء الله رايح بتشوف. غيره. وغيره اما هايلات الاوارك هذه والله اسستها تسد كل ميدان وكل مهرجان تثبت لها منصه وتثبت لها وجود. لين يجي لها شوط. لين يجي لها شوط وان شاء الله منا اقول لهم كذا. والانتاج الهايل للسنه الجايه ان شاء الله ينطرح بإرادته. ان شاء الله ابو سلمان ما يقصر. ابو سلمان ما يقصر وان شاء الله هو راعي الاوله وعز الله لو القاب لا القاهم شارع بس ابى احب خشمه. استاهل والله. نحن نبغى شوف. طبعا انت العام قدمت لهم قعب. العام قدمت مقعب وجاء من شربه اجعله بالعافيه. والحين ارسل تحيه له وارسل له كل تحيتي وعلى راسي والله في الطاقية العطرية هذه. تسمع. بدنا عز الله من أقدمها له. استاهل. الله يسلمك. طيب طيب خطتك في جادة الإبل في الطائف يا أبو وش خطتك وش هدفك؟ والله أنا أول شيء هدفي هو الوحيد إظهار الناقة الأركية. طيب. الأركية خالية من التهجين قدام الملأ. طيب هذا واحد. وثاني شيء عشان جلب رجال الاعمال ويدخلون فيها ويشترون عشان يرفعون من سعرها وتنتشر سلالتها وتنتشر وتصير الابل الاوارك في الجزيره العربيه. نعم. ما نبغاها محتكره. ما حد بيجي لين منطقتك ويهب لك شوط الا اذا جت في انحاء المملكه. صحيح. اذا جت بانحاء المملكه هو اللي بيكون التنافس العربي الاصيل. طيب غير البرامج وغير التصوير وش اللي في نظرك انه يشهر الأركية ويخليها يعرفونها الناس؟ مسيرات، جماهير، شلات، هازيج، وش اللي انت بتسويه هنا؟ اول شيء جيت في العلم هذا احنا قدام يمكن سنتين او ثلاث هبينا لها مسيره كانت اول مسيره للابل الاوارك في الجنوب. نعم. لوافيات الاوارك يبل. وهبينا لها مسيره والخيل العربي والتقديم والشعر وفي الجبل وفي الطبيعة وعد ما قصروا معنا الله بيض وجيههم هالعسير وهالبعض من ملاك الإبل في منطقة جيزان أشكرهم شكر جزيل. وبعد بعدين اتجهنا نجران واصلت أنا مسيرتي أنتم عد اعتذرتم من أشغال وكذا وهذا عشان تظهر الناقة الأركية في مسيرتها وفي الحدية وفي كل شيء. أنا أبي خطتك في جادة الطائف. خلي اللي قد فات خبرينه. خطتي في جادة الطائف جيت الجادة لأنها الجادة هذه حركة. صحيح. في وسط المملكة. طيب وش بتسوي أنت؟ أنا جيت سوي لك مسيرة. أنا جيت أسوي مسيرة وبظهر الإبل الأركية وأبا اليوم بهذا اليوم في السيدة والله من أولها لآخرها تروح وتجي اليوم لقازز صوالين
من الامارات من يعاينون يصورون يسنبون. وش هذه؟ هذه الاركيه اللي نقول هذه انا ابغاها كذا. واتمنى من ذلك منهم يحضرون. نعم. خمسه سته نكون عزبنا عن بعض وندعم السوق في الناقه الاركيه الخاليه من التهجير. والاركيه نقول اركيه ولا مغالطيه نقول مغالطيه. ما نديل ولا نلعب بالاسواق ولا نغش من يدخل هاو الاركه. نعم. ترى ما يغش فيها الا واحد والله ما يحبها. متى قصدي بتمشي المسيره؟ المسيره ان شاء الله الليله. الحين كذا بعرض وبالعب. الجماهير وينهم؟ الجماهير بيجون الحين. يلا الحين يجون ونفك البل ونسير ونمشي ونرحبك. والله طول عمرك. والله انت الداعم الاساسي للناقه الاركي. يشهد الله بعد الله ما قصرت. بيض الله. هي بيني وبينك والله هي مسيرتين انطلقت بمسيره واحده. جبل الدقم. اترك جبل الدقم. هي مسيرتين الناقه الساحليه والاركيه. عز الله منك ما قصرت. انت اللي الداعم الاساسي والله العظيم. ما ابغى عاد اتكلم. يستاهلون والله. بدينا جولتنا سوا. ووفق الله اهل السواحل وامسي عليهم واشكرهم. يستاهلون على تكاتفهم. وان شاء الله اهل الاوارك. اي لو انكم تجوني اهل الاوارك مثل اهل السواحل. اهل الاوارك ان شاء الله فيهم الخير. والله ما ظهر لنا. انا ارسل لهم رساله منهم يتكاتفون يقعون يد واحده. ما يد واحده ما تصفق. صح. لو معك عشر رعايا يسوقون ويعرضون. يعرضون حتى اللي ما يبي يبيع. صحيح. يجي ينصب خيمته ويعرف على مراحه وعلى سلاله فحله. فعلا. بكره فحلك ناطح ولد الوافي كذا في الميدان، ولد الهايل في الميدان. نعم. اما تجيبه كذا وبرطم وش عرفهم فيه؟ صحيح. لزوم من يظهر في لزوم. شكرا لك يا ابو حسن. الله يحييك. الله يحييكم والله. يا وطننا.